مشاهدين قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في الدبت المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء، بالضبط من دار 16. هنا معنا قصة اللي كدر في القلب، قصة اللي أي واحد غادي يسمعها غادي تحرك فيه شي حاجة ديال العاطفة، شي حاجة اللي غادي تقدر تدمع عليه عينيه. قصة اليوم اللي ماشي بحال أي قصة، قصة اليوم اللي بكاتنا حنا كاملين، وقصة اللي ضرتنا في القلب كاملين. هذا أب والزوجة ديالو، أب اللي عنده 3 وليدات والزوجه ديالو حامل دابا. هاد الاب هذا كيعاني مرض السل، هاد الاب هذا ما لقاش باش يعيش، ما لقاش من ياكل، ما لقاش باش يشرب. هاد الاب هذا تيقول لك انا لما ما لقيتش اللي يداويني غنموت، وغنخلي وليداتي، غنخلي الام ديالي، ونخلي الزوجه ديالي اللي باقيين عايشين معايا. هاد الاب هذا عايش في واحد البلاصه وكاريب 1000 درهم وما عندوش عشا ليله. هاد الاب هذا ما لقاش اللي شاف فيه واللي مد له ايد الرحمه. الطبيب اللي كيمشي عنده تيقول ليه شريف خاص فلوس باش تداوى، لما داويتيش غادي تموت. هاد الاب هذا ما لقاش الصحه باش يخدم. ما ندخلش في تفاصيل بزاف، نخليكم مع السيد هذا اللي سميتو خالد، احكي لنا القصه ديالو والمعاناه ديالو. سي خالد السلام عليكم. يعاودك احكي للمغاربه اللي كتفرجوا فينا. المشكل ديالي هو عيان في الجسم ديالي والدار ديالي، ومريض ما لقيتش لي عاوني، ما لقيتش لي عاوني، ما لقيتش نمشيو لجهه الله تبارك وتعالى. كنطلبوكم تعاونوا معنا، الله يجازيكم بخير، وقفوا معنا وعاونونا تنولوا بخير. قول لي سي خالد، شحال عام وانت مريض دابا؟ من 2007 خويا، من 2007 مريض 96، عاود ثاني مرض 2007 نعس ثلاث شهور، نعس صبرين. عانيت مع المرض بزاف السي خالد؟ اي عانيت بزاف. شنو نوعية المرض اللي عندك؟ هو مرض الرئة، مرض السكر. كنتي كتشرب الدوايات؟ كنتي كت شهرين عالج 3 شهور، هو داك الشيء مؤقت وصافي. ملي كتمشي عند الطبيب اش كيقول لك؟ البرد والجسم تاعك ما عادش دار، ما بقاش بغا يدوز لك الطبيب، ما عندكش فلوس. لا ما بقاش، لا زعما ملي عينا ما بقاش فلوس، ما بقاش بان دواء تاع سيرو رجع سيرو جديد تاعي. هابي سير موت نتايا ودبر راسك. دينا البلايزر رجعنا صافي. دابا انت باقي مريض وكتصارع المرض وما عندكش باش دوز. وما عنديش، الحمد لله شكرا ما عندنا بنت. شحال عندك ديال الوليدات السي خالي؟ عندي 3. فجات الوليدات الله يخليهم لك. شكون كيصرف على الوليدات هادو وشكون كيجيب لهم؟ كنصرف معاهم مامتي كنا صعاب نعطي ونجيب. هي الزوجه اللي جالسه حداك دابا؟ هي اللي مسكينه كتقاتل على الوقت معاها. هي مسكينه كتقاتل، تدخل معاها بزاف ما تجي حتى للمغرب تاكلنا، باش تجيب لي ما ياكل، ولا ما جابت لي ما كان اللي يجيب لي شحال، ولا ما خرجت ما كان اللي يجيب لي شحال. نهار واحد تاك عينا من نعطو عيا من اللي واخا عطيو الميكرو نشوفو هي شنو غتقول لينا. السلام عليكم لالا. السلام. انت هي الزوجه ديال السي خالد؟ قاتله معاه على الوقت ومقاتله معاه على الوليدات. هي انا مقاتله من الزمان على كل شيء، انا لما خرجت وما جداش ما كانش ما يجيبها ليا. الا قعدت نهار لا واحد ما كاش تلقاش مرقوب، انا ما لقاش، لا ما سمعتش واش رجع، حتى نمشي نوصل لي سيسو الا ما عطاها الميه. هذا هو المشكل عندي دابا، انا عييت ما بقاش كيدير خرج، الا خرج كنطيح في الطريق. علاش كطيحي؟ كتجيني شي سخفه كتقتلني في الطريق. انت بنتي ليك؟ انا كنشرب الدواء تاعي، انا كنشرب. انت حامله دابا؟ اه. انت حامله وكتبقي تدوري نهار كامل في الزنقه؟ نهار كله انا كندور، ولا ما طلبش باش ناكل في الزنقه ما كاينش شي حاجه اللي عطاها ليا. لا اله الا الله محمد. الا ما مشيتش عند شي حد وقلت له ودي عطيني مشي باش نفطر ولا عطيني مشي، كنبقى صايمه حتى كنجي للدار. ممكن نجي للدار حتى نحسني واش غنطيب، نجيب ثاني الدراري حتى نطيب لهم، عاد غناكل ديك الماكله مجموعين. دابا هذه هي المشكله عندي انا، انا عييت بغيت نعاود. يعني انتي واحله في روحك وحامله، شحال عندك من شهر دابا؟ دابا هذا السادس. شهرك السادس؟ اه. يعني انتي حامله وشهرك السادس وخارجه مقاتله؟ غنجلس دابا في هذا الشهر، غنكل نهار غنبغي نولد غنجلس، خاصني شكون غيقابل لي الدراري. شكون غايجيب لي من الماكله؟ شكون غايقابلهم ليا ثاني؟ وحش الاب قليل الصحه. اه وانا دابا راه شي ايامات راه كنت كنشد كنجرب البونجي كنجرو عليه الباب باش كيضربوا البرد. اللي كيصارع الموت دابا هو. اه صافي صافي كنقول المهم هذا غيموت ويخلي لي الدراري تاعهم. وكنشوف ثاني وكنرجعو ثاني بس بالناموس في بلاصتهم، ولا ما كاينش العوين ما لقيتوش.
دابا انت لاله حامله وبقات لها الوليدات بثلاثه، والكرش اللي في كرشك وراجلك وحتى الزوجه ديالك وحتى الام ديالك، هو ضروري يعني بقات على خمسه نفوس. واش اول واش غندير غنهزهم باش كندير وصابره وفغن عيد نفوت كي غندير نفوت ونزيد غيضحكوا عليا الناس كيما درتي غتولي المشكل. ميسي خالد مسكين حتى هو ما لقاش الصحه، صحته ضعيفه بغى يخدم حتى هو ما لقاش الصحه. ما قدش قلت ليش اش غدير انت ملي ما قديتيش لهاد الخدمه؟ انا نترزق له حتى قبل لي عند الدراري بحال هكا ملي يجوا من المدرسه ردت لي مع البان وخليني ندخل حتى نجي انا ونطيب واني عمل الزوجه خير. كنجيب لهم ميكلات في الميكات باش كنجيبها لهم من ليساس باش كنجيبها كنحطها لهم. اللي ترزق الله اللي لقيتها كنتي تقسمها معاهم. اللي لقيتها كنجيبها حتى لعندهم وناكلها. ولو تمره واحده تقسمي معاهم كامل. اللي عطاوها لي الناس كنجيبها، انا عندي الجمعه هي اللي كنجيب فيها هذوك الماكله تاع الكسكسو وداك الشيء اللي كنجيبها ثاني هنايا. فين كنتي اليوم؟ فين خرجتي؟ اليوم كنت في حد سوال. مشيتي تجي لحد سوال؟ اليوم كنت في حد سوال. واحده في روحك مشيتي تجي لحد سوال؟ ومع الشفيقه، الشفيقه مع الفجار. لا اله الا الله. وغدا وغادا غندخل في الشهر الاخر باش نكمل حق الصوت يعني. يعني انتم بحال كارين؟ 1000 درهم. 20000 ريال. بما هو ضوها. بما هو ضوها، وهذه ما كتجمعها حتى كتدخل عليا الشهر الاخر. يعني ديما كتخلصوا شهر كيبقى يتسالكم شهر. ضروري. وبزز باش كتجمع ديك الدرهم. بزز، ولا قلت لك الا جلست ما كنلقاش من ناكل. وليداتكم تيقراو؟ دوك الجوجه كانوا دخلتهم بزز تاهما. تاهما مصروفهم ديال القرايه وديال المدرسه. وراك كتبتهم وراك صوتهم. وجا داك الشيء قاصح. انا كنت بغيت نخرجهم ونعطيهم الناس يخدموا يخدموا عندهم. قالوا لي الناس لا غيكثر صرف على وليداتك صغار ما تخرجش. قطعتك كامله فقط انك توكلي وليدات ديالك صافي. انا داك الشيء اللي بغيت لهم بغيت لهم شي مويه. اللي بغيتهم يبقاو مرتاحين ليا وارتحت انا معاهم ويبقى حتى قال هذاك داكشي الاخر نخرج عام نهار في السيمانه بارك عليا بعد عام حيت عملت. شنو النداء ديالك الناس المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن؟ اش بغيتي تقولي لهم المحسنين؟ دابا بغيت شي محسن اللي بغيت يعاونني انا في الضغط اللي يدبر لي على شي بوينت يحيدني عن الكرام، حيت انا الكرام قارني حيت كنوض يوميا مع الصباح واعر عليا الحال. احنا بغيت شي وانتي حامله باغا شي محسن اللي وقف معايا وشري لي شي بوينت لهاد الوليدات مش بقا نضيع عليه في الاخر، ما بغاش نخليهم في التكرفس ولا المحله تاع العباد لا قارون. عيشي بزاف. عشت بزاف. رجع الله كرافتي تبارك الله راه. واخا ناخذوا الكلمه من عند السي خالد. سي خالد شفنا الزوجه ديالك اللي مقاتله مع الوقت. الله يخلصها مزيكين الله يخلصها. الله يجازيك. الشهاده في حق ديال الزوجه ديالك. الله يشكر تبارك الله على ما نعمل الزوجه تبارك الله. سي خالد دابا انت ما عندك الصحيحه. لا ما عندي. باقي كتصارع مع المرض ديالك. يعني سي خالد شو رسالتك الناس المحسنين؟ شو بغيت تقول لهم؟ هو يقول الله يجازيكم بخير وتعاونوا معنا الله يعاونكم تدوم الله يخلصكم يا معاونونا ناخذوا لنا الفقر شوية عقب علينا والله العظيم 8 سنين احنا هنا كنعاني وصاحبي عينا من المعاناة عين الله يلعينا الناس من 16 وحنا كنتقاتلوا مع الله المرة مسكينة عيات لا تاع عيات انا بعطيني التلفزة باغا نديرها وما لقيتش هذا فقر الدم والطنسي وطايح وجري مزيدينا وجيلة تطاول. شحال رقم ديال الهاتف ديالك السي خالد؟ الناس اللي بغاو يتواصلوا معاك. عطيهم الرقم الهاتف ديالك. انا نقول لك السي خالد وانت قول لي يلا. انا نقول لك الرقم ديالك وقول لي. 0654 سير 99 81 22. عاودوا 0654 99 81 22. سي خالد شحال قلتي لي من عام تعيش هنا؟ من 2016 حنا هنايا خويا 8 سنين حنا في التراد الوطنية والله إلا تنحنا وعينا كذب والله والله إلا تنحنا وليدات صاير قاصح في الوقت صعيبة ومرا عيات اللي بينا متقلة وحنا كنعانيو من هاد الفقر والله إلا كنعانيو كذب والله ومراضين حالة ضعيفة عينا من الأمراض عينا من الشطاوات اللي حتى البلاصه اللي ساكن فيها ما كيدخلش لها الهواء بزاف يعني كتخنق انت. دابا الباب ما كنسدوش الباب كيبقى محلول. كيبقى لكم باب محلول. دابا خص الباب خص الحفاظ على الحميه هي اللي مزيونه. يعني البرد والشتا والباب خاهم محلول. ديما بحال هكا هو راه بلاصه هنا. انا هذا توب هنا هذا توب الله يزيد يوم جاوبت انا ما. دابا دي بلاصه كبير ما ولا احد ولا احد قبل يدوز لك. ولا احد ولا احد. مشكلة كتجي في الاطار تما ضعيف ولابس بحالكي وسير طيار دع الله وانت يا والله العظيم كان ديال المرة مسكينة بحال دوكا طايحة في النوم دوكا في لابلان مخنوقة وكيطيح لها فقر الدم والطنسيو يقول لك انت ماليش تعيش وي يقول ما سير بحالك ان شاء الله وصافي ما غاتعيش لا ما خلصتش ما تدخلش
كانت تخنق لي الدريري ولا راه نخرج لي 16000 درهم، قال انا ما عرفنيش جاي كاع الدريري نعس لي نهار 5 ايام في السبيطار. دابا المصاريف ديال الزوج ديالك ملي غتولد شكون غيتحمل المصاريف ديال الزوج ديالك؟ طلبوا الله توبوا الله خليتي ونخرج، طلبوا الله يطلق صريعنا والله الا كان خامس كيفو غانا كان رانديفو ديك الاربعه لا ما قدرناش نقول لها اللي خرجوا لكم رونديفو ديال اش رونديفو خرجوا لكم ديال الاربعه باش مش ندير التلفازه الكبيره ما لقيتش باش نديرها وبعثت عن مطلوب ما لقيتش ما لقيتش باش ديري ما لقيتش باش نديرو ها انت غير واخا واخا غير غير باش ويش الوراق خليها لا اله الا الله محمد رسول الله احمد الله لا اله الا الله والله يرزقكم بخير الله يرحمكم والدينا ويتعاون معنا واخا سي الله يرزقكم بخير. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كيمشوا معنا بهذه القصه هذه، حنا كسمعنا انا لحمي بورش هذه القصه هذه اللي ضراتني بزاف. سي خالد هو الزوجه ديالو اللي بقات لي مع الوقت اقصى درجه، نعم الزوجه مسكينه هزت الاسره كامله، تهزت الوليدات والعدوزه ديالها والزوج ديالها وهي حامله، يعني هزت روح في كرشه كتقاتل مع 4 الصباح تمشي مسكينه لابعد بلاصه باش تجيب لقمه ديال العيش. راجلها مريض بزاف كيصارع المرض وما عندوش باش يتعالج، راجلها لي يوم على يوم كتقول لك انا راجلي غادي يموت ليا، ما عنديش باش ندي ليه الدواء وما استطاعتش مسكينه، كاين ب 1000 درهم 20000 ريال ما كتجيبش فيها غرام ديال الفلوس، منين غتجيب؟ كل شهر كتخلصوا كيبقى تابع شهر بزز بزز باش كيلقاو باش ياكلوا. هاد الناس هادو تيعانيو، مشاهدي الكرام محتاجين المحسنين والناس ديال الخير، هادي هي الجمعه، هذا هو الاجر، هذا هو الحج الكبير، الناس اللي باغيين يديروا بزاف الخير هذا هو الخير، كنجيبوا الخير وكاين الخير. الناس اللي بغيت يتواصلوا مع الناس، الناس ديال الكرام والناس ديال الجود، فرقم الهاتف ديال السيد هذا هو 06 54 99 81 22. وللتذكير بلي هاد البلاصه اللي كنكونوا فيها حنايا دار 16 شويه الريزو كيكون قليل، يعني الناس اللي بغاو يتواصلوا معاه الا ما شفتش داك الهاتف ديالو المره الاولى عاود حاول المحاوله ديالك واتصل به. هاد الناس هادو راه مكرفسين ديال بصح، هاد الناس راه تيعاني، وهاد السيد هذا راه مدوى كيعاني بالمرض ديالو وكيقول لك انا دابا كنشوف راسي غادي نضيع ونخلي اسره ورايا، انا ما كانت صحيحتي باش بغيت مرتي تبقى يخرج كدور تجلس هي ونخرج انا نصرف على امي ومرتي ووليداتي. رقم الهاتف ديالو 05 06 54 99 81 22. مشاهدينا الكرام كنوصلوا نهاية البث ديالنا، نلقاكم بالتأخر إن شاء الله، إلى اللقاء.